GFX Academy. ندخل تاني ليه لنيوتن علشان نشوف انواع الاجسام. طبعا احنا عندنا اللاند او الارض دي هيبقى نوعها ستاتيك على اعتبار ان دي مش هتتأثر باي حاجة وهتبقى ثابتة، لكن انا ممكن ان انا احرك الاجسام في نيوتن هنا وامسك شيفت عشان احرك لتحت بس عشان عايز اوريكم حاجة معينة يعني. بعد كده تعالوا نشوف الستارز. الستارز دول كلهم هنخليهم دايناميكس على اعتبار ان هم ينزلوا مرة واحدة مفيش حاجة هتأثر عليهم ولا على نزولهم. نيجي بعد كده للبول اللي في اليمين دي اللي بتتحرك دي انا هستغل او هعمل منها تصادم عن طريق الكي فريمز اللي واخدها في الافتر. اذا يبقى انا الطيب بتاعي هيبقى كينيماتيك. كينيماتيك معناه ان هي ملهاش اي دعوة باي مؤثر قوة موجود هنا، لكن لو خبطت في جسم هتأثر عليه لكن هي مش هتتأثر باي حاجة. نيجي للتلاتة التانيين اللي هم دول. هخلي الاولانية دي تمام، هخلي التلاتة هخليهم دورمنت على اعتبار ليه دورمنت على اعتبار ان الاجسام دي مش هيحصل فيها اي حاجة الا لما الكرة دي تخبط فيها. نيجي ليه التكستس او الحروف. الحروف دي انا هعملها نوع خاص شوية، حاجة شبه السوفت بوديز. الاول انا عايز اعمل لكم زوم وعايز اختار من هنا اي ماتيك شبه السوفت بودي. لو احنا عملنا اي ماتيك وجينا عملت لكم زوم ان هنلاقي ان الاي ماتيك بيديك هنا نقط. النقط دي تمام هي الانكور بوينتس تمام بتاعت كل حرف من دول على حسب النيوتن ما هيحسبها خلاص. لكن لو احنا جينا عملنا سولف، لو انتوا خدتوا بالكم بقى فيه هنا نقط صفرة. النقط الصفرة دي اللي هي النقط الحمراء اللي هي نقط الانكور بوينت الحقيقية اللي الافتر مديها لك، اللي هي نقطة الانكور بوينت بتاع كل واحدة من دول. طبعا المفترض كنا قبل ما ندخل كنا عملنا تعديل للانكور بوينت خليناها في نص كل حرف، لكن مش مشكلة، احنا بس بنعمل ديمونستريشن او توضيح لطريقة عمل البلاجين. انما النقطة الصفراء هي مكان او تغيير الانكور بوينت على حسب حسابات الداينامكس بتاعت البلاجين نفسه. لما نيجي ان شاء الله بعد كده لشوية تدريبات متقدمة شوية هنعرف موضوع ازاي ان احنا نقدر نتحكم في الانكور بوينت دي وامتى وفين نحطها ومكان ما احنا عايزين. نعمل ريستارت تمام ونرجع لورا او نعمل بيست فيت تمام. وتعالوا نعمل طبعا الايلاند معموله ستاتيك خلاص، هاخدها برضو تحت شويه عشان اوريها لكم. ونعمل سولف تمام زي ما احنا شايفين، شفتوا حرف الجي بقى متعلق بالشكل ده كده. واحد يقول لي هي الكره دي بعد ما وصلت هي نزلت ليه؟ اقول لك نزلت ليه، لان اخر كي فريم على ما اعتقد كان في ثانيتين على ما افتكر لو عملنا سولف تاني تمام. وخلي بالكم من حاجه، انتوا شوفوا هي خبطت في دي، الكره ملهاش دعوه، هو مكمل في طريقه، اللي قدامه يعني زي البندوزر زي القطر يعني، اللي قدامه هيشيله لكن هو ما بيتاثرش. هنعمل كده اه، هي وصلت تمام لاخر فريم او للفريم اللي عنده مفتاح الحركه اللي احنا عاملينه في الافتر، بعدها خلاص بعدها تخضع او تتقلب ليه دايناميك. شفتوا بالمنظر ده كده تبدا تنزل. طبعا ممكن اعمل دينستي او كتله. تعالوا ناخد مثلا للكوره دي خلاص نكبر الدينستي بتاعها شويه، طبعا كتير قوي. وجينا لو عملنا سولف تمام، طبعا كل الكلام ده هنتعرض له بالتفصيل. الموميل هنتعرض لكل الدامبنج فورسز، وهنتعرض للدنسيتي والفريكشن اللي هو معامل الاحتكاك، والباونسنج اللي هو
الارتطام او الارتداد، كل الكلام ده هنتعرض له واحنا في شغلنا ان شاء الله. طبعا انا بس هزود المش شويه كده تمام، بحيث نشوف سولف بعمليه اقعد شويه كده. العمليه بقت ادق، وزي ما احنا شايفين حرف الجي عمال بيلف، وخلوا بالكم انه مش حرف الجي بس. لو انا شلت ده من هنا حطيته هنا وجيت عملت سولف، شفتوا اساسا ايه اللي بيحصل؟ لان كل حرف الانكر بوينت بتاعته هنا تمام، كل حرف الانكر بوينت بتاعته هنا. طبعا لو كنا نقلنا الانكر بوينتس في النص كان بقى الافكت احسن بكتير قوي من كده. طيب في نوع واحد كمان عايز اتكلم فيه، اللي هو على اللاند برضو، بس هقول له ديد. ديد يعني ولا كانها موجوده، بدليل لو احنا خدنا كل التكستس دي او كل الشيبس دي ورفعناها فوق وجينا عملنا سولف، خدتوا بالكم كده؟ حتى الكوره هتخبط فيها هتفضل واخدها معاها زي الاستك، ترجع ترد تاني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده بالنسبه لانواع الاجسام والفرق بين كل نوع والتاني في النيوتن، نقولهم على السريع او بسرعه. ستاتيك، وده نوع جسم ثابت خلاص، سطح صلب لا يخضع لا الجاذبيه ولا بيخضع لاي حاجه الا ان الاجسام ترتطم به فقط. كينيماتيك، وده جسم بياخد الداينامكس بتاعته او شبيه بالفيلوسيتي بيك او الانهيرتنس فيلوسيتي في السينما 4D تمام، وده بياخد الحركه بتاعته من الكي فريمز الاساسيه اللي موجوده في الافتر افكت. دايناميك، وده يشابه لنوع الارتطام immediately في السينما 4D، وده ديفولت النيوتن بيديه لكل الاجسام اللي موجوده عنده، وفي الحاله دي مجرد ما يبقى داينامكس يبقى على طول من اول فريم بيخضع للجرافيتي. دورمانت، ودي برضو اجسام زي الريجيد بودي لكن بتستنى ان حاجه تخبط فيها عشان تبدا تخضع لعوامل الارتطام وعوامل القوه زي الجرافيتي. ايماتيك، وده شبيه بالسوفت بوديز، وده بيبقى الشغل كله حوالين اتنين انكور بوينت، واحده هي الانكور بوينت الاساسيه اللي جايه لك من الافتر افكت، والثانيه هي الانكور بوينت اللي بيحطها البلجن علشان يعمل حواليها حساباته. اخر حاجه اللي هو الديد بودي او الجسم الميت او كانه مش موجود في السينز والبلجن ما بياخدوش في حساباته. بالمنظر ده احنا اتكلمنا على كل الاجسام اللي موجوده في البلجن. ان شاء الله في المحاضره اللي جايه نبدا نتكلم على حاجات اقعد من كده شويه. خليكم معانا، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من gfxacademy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.